طيبين الاول. لو هنتكلم على الاسعار، هي الاسعار ممتازه السنه دي، يعني في ظل الظروف اللي احنا عدينا بيها، لا الاسعار كويسه جدا، الاقبال ممتاز، كل حاجه متاحه لاي حد بالسعر اللي هو عايزه. يعني حضرتك اي سعر انت عايز تشتري بيه هتلاقي الحاجه بتاعته موجوده، والاقبال الحمد لله يعني السنه دي كويس مقارنه بالسنه اللي فاتت. طبعا يعني هنقول في زياده، بس مش الزياده اللي هي الاوفر، يعني لا زياده الى حد ما كويسه، بدليل الناس كلها بتشتري، يعني كل الطبقات كل حاجه متاحه ليها. طبعا كورونا مؤثره بنسبه، بس برضو مش كبيره، يعني الناس عندها وعي تاخد الاحتياطات بتاعتها، وموجوده برضو الناس في الشارع بتشتري يعني، بس هي مؤثره. طبعا مؤثره. ما تفوتوش الكريسماس ده، وكل سنه وانتم طيبين، طلبكم عندنا.